اخوان هسه بدنا نحمل الحمام بس بنفرجيكم بدك تعمل لك اكل من جوز مش مشكله هسه بنشوف تمام يا اخوان هاي بدنا نحمل الحمام من عصب ابو زين وعبده ابو حلوه طبعا وبدنا نروح على الدار بس نروح على الدار بنفرجيكم الحمام اللي جبناها يا الله يعطيكم العافيه بنروح على الدار بنفرجيكم الحمام طبعا هاي الحمام بلشنا نعبي فيها هون وهون وان شاء الله خير يلا يعطيكم العافيه صباح الخير اخواني وحبايبي طبعا بعد ما رجعنا من الزياره اللي اخذنا فيها الحمام طلعين حمامنا زي ما انتم شايفين مدوشره قسم علي وقسم حط زي ما انتم شايفين طبعا حمام تلعب تدلع الدلع يا كبير خذ راحتك حمام لسه مش مخلصه شوفوا كيف ترمي عادي طبيعي جدا طبعا ماسكها على نص بطن هاي المرة ليش الحمام بلشت تعلى وتحاول تمشي عشان بلشت يا اخوان امسكها على نص بطن مش على جوع كامل تمام لو ملاحظين زمان يوم ما كنت ستحبت العلف الكل يكفت هسه بلشت الحمام تعلى وتروح بس انا بنفس الوقت برضو الحمام مخليها براحتها لانه الحمام لسه مش منشفة صميات يعني الطير الحمام تطلع بتوقف 3 ثواني بالضبط على الارض وبعديها بتفز على الرفصة بتوقف لها نص دقيقة وبتفز لحالها يعني ما بمون عليها اني اخليها على الارض ما بمون عليها اخليها على الارض فبتفز لحالها فبالحالة هاي انا ما بقدر اقولها فزي او حطي مع العلم انه مش لازم اني اخليها تطير لازم اخليها تضلها تلعب بس يا اخوان مش بايدي الحمام نشيطة تنشطت صارت امورها تمام رغم انه فيها حمام على الصماي تمام بلشت الحمام بتشتشد حيلها لحد الان ولا اشي راح منهم الحمد لله لحد الان كشامرة ولا اشي راح منهم طبعا حمامنا هيها بس بستنى بشب صاحبنا كمان امبارح حكى معي على اللايف قال لي في عنده 25 حمامة بده يجيبهن يوزعهن او 20 مش عارف بالضبط يا 25 يا 20 بده ايانا نوزعهن حكى معي اليوم الصبح على اساس انه جايني من البقعة يوصل لي اياهن للقهوة طبعا اتواصلت مع الشباب يلي في القهوة وقلت لهم مجرد نتيجة الحمام مجرد ما تيجي الحمام ابعثوا لي اياها مع اي بني ادم مع تاكسي مع مالك مع اي واحد بتلقوه ابعثوا لي الحمام عشان ابلش اصور عليها الحلقه طبعا يا اخوان الحلقه هاي حتكون سريعه مش طويله كثير ولكن احنا ايش حبينا نفرجيكم شو اخر تطورات مع البواز والكشامره وهي كشامره يا اخوان ما شاء الله عليهم هاديات على السطح امورهم 100% هاديات على السطح وامورهم تمام طبعا انا قسمتهم نصين حطيت قسم هنا وقسم فوق يعني طلعته القسم اللي طلعته يا اخوان صراحه مبينات يعني انه بقعدنش بس قلت انا خليني اجرب باللي ما بقعد يعني المخ مبين عليه صعب اذا قعد الثاني بتكون اموره تمام وسهله طبعا قلت خليني ابلش بفوج طلعت 15 وخليت 10 تحتهم قلت بخليهن على مهلهن منهم كمان حبات مميزة قلت برضو بندير بالنا عليهن زي الكشامرة الحمر ما طلعتهن قلت بدير بالي عليهن شوي لحد ما ايش نضمن انه الحمام قعدت وامورها منيحة طبعا يا اخوان الحلقة زي ما قلنا لكم مش هتكون طويلة بنفرجيكم اياها ان شاء الله بس انا قلت ابلش لكم بالحلقة من هون زائد نستنى الحمام اللي راح تجيني من الشبية اللي من البقعة طبعا هاي زواجلنا يا اخوان بلشنا يا اخوان ناخر عليها انا ما بضغطها بطلت اضغطها بس الحمام نشيط عندي يا اخوان يعني حل الوحيد اني ما اكشها بالمره اعطيها في احطها بالغرفه بس لو ضليتني حاطها برضه الحمام يعني مش عارف شو بدي اقول لكم حيصير برضه فيها غلط تمام فبنفس الوقت صرت اطلعها متاخر تمشي لها مشوارين واحططها الزواجل عشان هيك ما بصور لكم عندها كثير عشان هذا السبب اللي هو الحمام بلشت يعني خلص بلشت تخش على بواقي الأربعة حتى رمت الرابعة في منها رمت الرابعة يعني بواقي الثلاث وإحنا بنقولكم بواقي الثلاث لا تكش ممكن أنا أخلي أفرز الفوج الثاني اللي المفروض يكون بواقي الخمسة أفرزهم بخش لحال وأصير أكشهن أو أفرز كم من حبة جناحة سليم نظيف مرتب وإن شاء الله نشوف قديش حبة بطلع معنا ونضلنا نكش فيهن والباقي أريحه أو الباقي أطلع على المغارب لفتين ثلاث ويحط ما بعرف ولكن هذا اللي صاير عندنا بالزواجل الزواجل يا اخوان اغلبيتها يعني خلينا نحكي بالراحه فيهن 20 حبه بواقي الثلاث بواقي الثلاث والاربعه فلازم نريح صراحه لازم نريح لانه يا اخوان ما بنفعش نضغط عليهن كثير طبعا فراخنا هون
فراخ الفطم الجديد ما شاء الله صحتهم 100% تمام. الملحيات هي يمه المسود الاسود، المشمش الازرق، صلاه النبي، البواس، كله صحه ونظافه. عندنا هون ما شاء الله الجلوفه تبعونا، الجلوفه بلشت، ها بلشت تخلص، ضيله صماي طلعت صماي كانت طالعه. الشفر هذا جاهز ان شاء الله، يعني ان شاء الله ببلش فيهن شوي شوي. بلشت في البواز الحمد لله انجرد 100%، هسه طلعت الكشامره بس اجردهم 100%، بنطلع الكشامره الثانيات او بنطلع الجلوف بنجردهم 100%، بعدين بنشتغل بالكشامره بنجردهم 100%، بضل فش علينا ولا اي شيء انه ممكن يغلبنا في الجرد. بكون خلصنا الجرد، خلصنا التليين، وبنكون جاهزين لموعد تمام، بنكون جاهزين لموعد او ما شابه تمام. طبعا تمشاي مش ناوي امشي من الحمام هاي، اذا بدي امشي صراحه بمشي عالشتويه الجاي ان شاء الله، لانه عندي زواجل وان شاء الله خير بنكمل الموسم بالزواجل، او بنفرز لنا الكشامره على جنب. اذا انا كله بختصر على ايش يا اخوان، بختصر على موضوع انه انا اشوف الحمام هل هي تنفع انها تمشي معي السنة هاي واطلعها موعد ولا لا، بس هنا الفكرة. اذا بتمشي وبتزبط معي ولقيت لي ابو 10-15 واحدة 20-30 حبة مناح اركن عليهن اني اطلعهن واكشهن موعد، بتكون اموري تمام. ما بركنش عليهن لا والله بضلني على الزواجل تمام. طبعا هيك احنا الحمد لله بوازنا مناح، تليين 100%، لو نجرب معهم زي هيك بس تجربة شايفين فريرة ولسه على الصماي، صميتهم مش ناشفة، طلعوا فش مزح، شايفين فش مزح معهن. طبعا اشي طبعا في شغلات لسه مش مستجيبة، ولكن انت بتحكي عن 70-80% من الحمام مستجيب. فش قديش انت هسه مطلع 70 حبة، هذول فعليا 70 حبة، 30 رفصة، 30 حمامة على الرفصة، 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 حبة، يعني انت بتحكي اكثر من 70% طاير من الحمام، وهذا شيء منيح، هذا شيء منيح. شايفين ما شاء الله هاي فيهن اربع كشامرة طايرات زي الحلاوة، زي اللوز. فيهن كشميري انا جبته من احمد لزايدة هالقد، صلاة النبي شبر، شو شبر، شبرين طوله ما شاء الله عليها، هي طاير بنص دنب، دنب ابيض نص دنب ابيض نص دنب اسود. شوف بدأت تمشي، بدها تمشي الحمام، مش انه بس طايره. بس انا يا اخوان ما بفتح لها مجال، ما بفتح لها مجال. تعي تعي بخليها دائما ايش قريبه. طب ليش ما تفتح لها مجال يا ابو يوسف؟ قلنا لك فيها كشامر جديد، وقلنا لك فيها صمايات، الحمام اغلبيتها صماي، انا اصلا ما بطيرها، انا طيرتها بس قدامكم عشان هيك انا طاركها مدوشره، اللي بده يطير يطير، اذا طار هو اللي طار مسؤول عن نفسه، بس مش انا مسؤول عليه، مش انا مسؤول عليه لو فقعت صمايته، مش انا مسؤول عليه لو انكسرت صمايته، مش انا مسؤول عليه لو انطعجت صمايته. طلع هات فحل، هي بدي افرجيك اياه، بس يا رب اقدر افرجيك اياه. طلع صمايته هاي شايفها. هسه ممكن واحد يجي يقول لك ابو يوسف طب اعزل الحمام اللي ما فيش له صماي، هاي في كمان ثلاثه لسه خمسه طائرات ما شاء الله عليهم زي الحلاوه. تعي 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 تمام، اعزل الحمام يلي مخلصة وكشها. لا يا حبيبي، أنا ماخذ نظام وقرار مع حمامي، اللي هو إنه حمامي تكون هيك نظامها، تأخذ منشرها كامل كليتها مع بعض عشان تحفظ بعض، مش مجبور إن أنا أعزل كشتين وما يحفظوش بعض بالآخر تلقى كل كشة لحال، لا يحفظن بعض، يتنشرن مع بعض، يطلعن مع بعض، بالنهاية موعدهم واحد، بالنهاية أنا هطلعهم موعد واحد، يعني مش مستعجل عليهم، بعطي الطير حقه في البروك والتنشير وسلامتكم. طبعا يا إخوان هسه هيك خلصنا الفقرة هون، طلع البواس طلع يلعن حريشكم، هاي 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 اطلع 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 يا كشمير، اطلع اطلع يا الخاسي. طبعا زي ما شايفين على الالف، طلع 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 التجربة، طلع هاي والله العظيم ايدي، شايفين والله العظيم هاي ايدي على الصفيرة. اجرب لكم مرة ثانية عالفلها، تعي طلعوا ايديها خليها بس يخلصوا. شايفين اخوان ما شاء الله تليين مليون، تليين الف عندنا اللياقة. يلا خليكم معنا عشان نخش فقرة الحمام يلي بدنا نوزعها
بالسوق، خلينا نفوت عليها. زائد يا اخوان نقولكم شو راح يكون الآلية، خليكم معنا. طيب اخواني الله يسعد مساكم يعطيكم العافية، عشان ما نطولش عليكم بالفيديو، توزيع الحمام هذا حيكون اليوم على اللايف، اليوم على اللايف راح نفتح بث ان شاء الله ما بعد الساعة 11، يعني انت اعمل حسابك ما بين الساعة 11 والساعة 12 ونص، يعني ما بعد الساعة 11 راح نفتح لايف ان شاء الله ونوزع الحمام. طيب كيف راح نوزع الحمام؟ طبعا عشان تكونوا عارفين، الحمام اللي هون هاي حمامي انا شاريها جديد معروف، اجتني هدايا وإشي انا شاريه، تمام؟ هدول مش بالتوزيع عشان تكونوا عارفين، هي اول شغلة عشان تكونوا عارفين هدول مش بالتوزيع، تمام؟ بس انا حاطن عشان يتنشروا ويحفظوا سطح، تمام؟ الحمام الثاني يا اخوان راح نفتح لايف ونعرض الحمام، تمام؟ مثلا فلان بده حمام، بده الطير الفلاني، تمام يا اخوان؟ بنعطيك الطير وبنكتب اسمك على كيسك، انه الكيس يعني انه الطير هذا لك ومكتوب اسمك عليه، تمام؟ تنزل ثاني يوم الصبح بنتلاقى في مكان، انا اسمي فلان بعطيك كيسك، حيكون النظام هيك. فضروري جدا تيجي على اللايف تبع اليوم، اللايف حيكون على الساعة 11، يعني أقصى حد حيكون على الساعة 11، الحمام في 25 حمام المفروض يجينا اليوم، رنيت على الشاب مرة الصبح رد علي بعديها بساعة، رن علي قال لي أنا هيني طالع عليك عشان أودي لك إياهم، وتأخر كثير، رنيت عليه أول مرة ما رد، رنيت عليه ثاني مرة ما رد، ما بعرف شو صاير معي، ممكن معاه ظرف أو شيء، وتأخرت بالفيديو، المفروض أنزل الفيديو هسه الساعة، يعني أنا هسه قاعد بصور لكم الفيديو الساعة 1 بالضبط، يعني أنا استنيت عليه كثير وصار لازم أصور الفيديو عشان ألحق أنزله بدري عشان الناس تشوفه، تمام؟ على العموم هو ما رد، إذا رد والحمام أجت هينا نزلنا الفيديو، هينا فرجيناكم إياهم على اللايف وكمان بنوزعهم على اللايف، وإذا ما أجوا بنعتبره إنه انسحب الزلمة، والله الله أعلم بظروفه، ممكن يكون عنده ظرف قاهر ما قدر الشيء يوصل لنا، فإحنا ما بنعذره يعني، تمام؟ المهم هاي اخوان الحمام كليتها طواير عشان تكونوا عارفين، كليتها طواير هاي الحمام كلها طواير. طيب ليش طواير؟ لانها طواير كليتها نخب، تمام. في اكم من حبه من عندي، طبعا هدول الجوز تبعين ابو الحارث، ما بعرف اليوم بدي ارن عليه اذا بده اياهم عشان انزل اياهم معي على السوق، اذا ما اخذهن بوزعهن، لان انا قاعد بطعمي على الفاضي، يعتبر مش مستفاد منهم اشي، تمام. طلع طواير كليتهم طواير بواز بجننن، نوريت بواز بتجنن حلوه، مغبرات بجنن. طبعا انا اخذت منهن اكم من طير عشان تكونوا عارفين، زقيتهن عندي بالغرفه تحت، مغبرات حمر، عمريات، دبنيات بواز، طلع الطيرة هاي صلاة النبي، طواير جميلة كليتها طواير. المكابي طيرتين، هاي يمه هاي طيرة وهي طيرة، مرقع الحمرة هاي يا اخوان الي عشان تكونوا عارفين، هاي الي ما اخذها الي عشان ازوقها عندي، بس لسه ايش ما اخذتش الفحل يلي جاييني الها، تمام؟ عشان تكونوا عارفين المرقع هاي موجودة الي، تمام؟ ما اخذت يعني الفحل لسه ما اخذته الها، تمام؟ وهي جوز نوريات، هدول جوز يعني نوريين، بعرفش فحول طواير ما بعرف صراحة، بس اتوقع هو معطيني هذول، معطيني اياهم واحد اللهم صل على سيدنا محمد، بشار اسمه بشار، اعطاني اياهن هم وفحل زاجل هيو ابيض عشان تكونوا عارفين. هيما يا اخوان الطواير عشان تكونوا عارفين، هيما فيهن مرقعتين صفر ومرقع حمراء، هي وحده وهي وحده صفراء، ومكابي تنتين، ونوريات بواز بجننن، هي طيره وفي طيره تحت، وهيما المرقيع، هذول الي يا اخوان، هذول حمامي انا، هدول حمامي، يعني عشان ما حدش يجي يحكي ابو يوسف جاب حمام واللهم صل على سيدنا محمد ما وزعها، هذا المكبي اللي اجاني هديه من زيد الكوز عشان تكونوا عارفين، وهذا الاجاني من الشب اللي من البقعه، والانجليزي هذا انا اشتريته انا شاريه، وهذا انا شاريه من السوق، وهذا اللي مرقع من ابو فاروق معطيني اياه، وهذا الكشميري اللي شرد وروح وقلنا لكم بدنا نحطه هان عشان يتنشر، يعني هاي حمامي، هاي حمامي، زائد في 25 طير لحد الان ما وصلوني، احنا بدناش نحط سوء النية انه الزلمة مثلا كان بتخوت علينا او شيء، بدناش يعني نحط سوء النية انه الزلمة كان يتخوت علينا او شيء، لا احنا بدنا نحط حسن النية انه الزلمة صار عنده ظرف. ولكن يا اخوان هي الحمام فيها 10 20 30، تقريبا 30 طيرة مع شوية الافراطة، هدول 30 حبة، 30 حبة هدول يا اخوان راح نوزعهم على اللايف،
طبعا منهم كم من حبه من عندي، هاي هذا كمان من عندي، منهم الزاج الابيض بس هاي مضروب على راسه من عندي، هذا مع سالمونيلا مفاصل. طلع كيف بتهاوش معي، هذا ما راح نوزعه لانه حرام يعني تعبان عنده في سالمونيلا مفاصل. زائد يا اخوان ما بتعرف شو بصير، ممكن اي ممكن باي لحظه يجينا دعم وننزل اكثر من هيك، ولكن الموجود حاليا 30 طيرة منهم البوز. هيو يا اخوان هذا راح ينزل فرخ البوز يلي صدناه، راح ينزل على البلد كمان يلي صدناه. احنا شو بدنا بالصيد ما بلزمناش بنوزعه تمام. احتمال ما بتعرفش ممكن انزل اشي من هدول كمان على التوزيع ما بتعرف، ولكن هيو ما يا اخوان الحمامات اللي لازميته اي طيرة بوزاي، اي طيرة عمرية، اي طيرة مغبراي، اي طيرة نورية، اي طيرة مرقعاي، اي طيرة مكبية، بفوت على اللايف بقول لي بدي الطيرة الفلانية، بتيجي على اللايف بنسجل اسمك بنقول لك يا معلم ربحت معانا طيرة. بس يا اخوان عشان تكونوا عارفين، بتمنى يلي بده يطلب طيرة يكون عن جد بحاجتها، الطواير نخب والزلمة تعبان عليهم، الزلمة تعبان عليهم لأنتجهن وطلعن بلاوي، يعني اقول لك طلعت روح ولا طلعهن، ولكن كشفوا معه طواير وفراخ سطح وكلهم خوات. فيا اخوان اذا بدك الطيرة لازم عن جد يعني الصراحة لازم تكون بحاجتها. والله هذا مبين فحل هالقواس، الله هو اعلم انه فحل مبين. هاي شايفينه وجهه بقول انا فحل، ما بعرف وجهه بقول انا فحل تمام يا اخوان. فالزلمه تعبان عليهم، فيا اخوان هو لما اعطانا اياهم قال لي عز فيهم المتابعين يلي بده يزق طواير حلوات، طبعا الطواير كلهم حلوات وجميلات. طلع نوريت البواس صلاه النبي ما شاء الله، لو عندي فحل لها طيره عن جد بتحكي. طلع نوريت بواز جاي دبانية بواز ما شاء الله، يعني حمام منيحة ومرتبة تمام يا اخوان. التوزيع حيكون كالتالي، برجع بعيد لك وركز معي منيح يا حبيبي، التوزيع حيكون على اللايف. مثلا انا بعرف مثلا ابفروق ابو يوسف بدي طيرة، عندي فحل لها ابشر، بنحط لك هاي الكياس موجودة ان شاء الله تكفي، مع اني انا واعد ابو سميح فيهن، ولكن حسين الشمري يعني راح يبعت لنا ان شاء الله كياس من عنده تمام. راح نكتب اسمك على الكيس مثلا فلان الفلاني، هاي كيسك وهي حطينا لك اياها في الكيس، هاي كيسك حطينا لك اياها في الكيس، هاي كيسك حطينا لك اياها في الكيس. تيجي الصبح معلم بلقاك في السوق، شو اسمك؟ هاي كيسك. شو اسمك؟ هاي كيسك. شو اسمك؟ هاي كيسك. بتمنى يا اخوان تكون وصلت الفكره، ان شاء الله تكون وصلت الفكره، يا رب تكون وصلت الفكره، يا رب ما يا رب نكون متحضرين امورنا تمام والكل يجي على اللايف. طبعا 30 طيره 35 طير يا اخوان، ولسه في 20 جيات، بدناش نحكي انهم مش جيات، في 20 جيات بس الزلمه يمكن عنده ظرف، 25 حتى عنده ظرف، بس اللي جيات مش طواير كليتها فحول، الزلمه على كلام الزلمه كليتها فحول. طبعا عندنا بوازنا، تعي 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 الله الكشامرة جالسات. بس هذا لا يعني انه الكشميري قاعد، اذا انه طار وقام وحط عندك يعني قاعد الحفاية يعني انا عارضة قد ما بتطير من رجلي. هذا يا اخوان بكون الطير لسه قاعد بشتشد حيله وبشتشد صحته عشان يقول لك باي باي، بس تلين 100% بقول لك باي باي. اطلع يا معلم ما شاء الله عليه هذا الطير صناعة النبي. ما شاء الله شوف صلاة النبي كيف 100% تليين 100% يا كبير ما شاء الله. على العموم حبايبي اخواني هيك خلصنا الفقرة او الحلقة، بتمنى تكونوا استمتعتوا، بتمنى تستفيدوا كلكم من الطواير الموجودة هاي، بتمنى كلكم تكونوا تستفيدوا من هاي الطواير الموجودة ان شاء الله يا اخوان تشوفوا اوجهها الخير، وبتمنى اللي بده يطلب طيرة يكون محتاجها فعلا. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخوان تنسوناش من اللايك والاشتراك والشير للفيديو.